هذا عمل أتناول فيه منصب القضاء وظهوره في القرون الإسلامية الأولى بالتعامل مع المؤسسات الأخرى التي كانت في الشرق الأوسط وخصوصا المؤسسات القضائية عند اليهود والمسيحيين. جائزة الشيخ زايد تمثل جسر أو وقنطرة بين ثقافات العالم، وأنا فخور جدا بالحصول على هذه الجائزة والاعتراف بعملي حتى إذا كان بالفرنسية في العالم العربي. في المستقبل سأكمل دروسي وأستمر في دروسي وفي بحوثي، فأنا باحث مؤرخ وأنا مغرم ببحوثي وخصوصا فيما يخص التاريخ الإسلامي عبر نشر وتحقيق البرديات التي توجد في مصر والتي تلقي نظرا وضوءا مهما على التاريخ العربي.